مسابقة معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار أظهرت لنا عدد كبير قوي من المشروعات والابتكارات المميزة الحقيقة واللي هيستفيد منها بكل تأكيد المجتمع المصري خلال المرحلة القادمة. عشان كده النهاردة في صباح الخير يا مصر هنرافقوا على واحد من هذه الأبحاث والمشروعات المهمة جدا واللي حصلت على الميدالية الذهبية. أكيد المشروع هو عبارة عن إنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة من معهد ثيودور بيلهارتس للأبحاث. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع، هنتعرف عليها من الدكتورة منال كامل أستاذ المناعة في معهد ثيودور بيلهارتس للأبحاث. أهلا وسهلا بحضرتك الدكتورة، منورانا. أهلا شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة، حاجة خطيرة يعني. هي حاجة خطيرة، أهمها إنها يعني حاجة مهمة أكتر. حاجة تطبيقية، حاجة بنكتشف بيها المرض نفسه، لأن المرض سرطان مثلا دلوقتي بقى منتشر جدا في مصر، منتشر في الرجالة طبعا أكتر. كنا إن احنا نعمل حاجة نكتشف بيها المرض بدري، لما نكتشف المرض بدري طبعا ده بيفرق قوي قوي في العلاج وفي حياة المريض نفسها. فالمريض عشان نكتشفه بيجي بيشتكي من حاجات مش سبيسيفيك قوي للمرض، فالجراح لما بيشك اول حاجه بيعملها ايه؟ انه بيطلب منظار منظار المثانه عشان يخش يشوف الجدار بتاع المثانه شكله ايه. فبيكتشف ان في ورم، الورم ده عشان يقول ورم حميد او خبيث، عشان يقول ده في مراحل اولى ولا تانية، بياخد منه عينه ويبعتها للتحليل، يجي التحليل ان دي مراحل متقدمه او مراحل اوليه. تفرق قوي في العلاج بقى هنا، هل مراحل متقدمه دي لها طريقه تانية، هنشيل المثانه كلها، هنغير مجرى البول، هناخد كيموثيرابي وراديوثيرابي. المراحل الاولى دي بتبقى مرحله بسيطه، بيخش تاني بالمنظار يشيل الورم. الورم لما بيتشال بيرجع يعيش حياته الطبيعية، بس بيبقى عايز متابعة متواصلة، لأن ده من الأورام اللي بترد تاني على المريض كذا مرة. من هنا جت لنا فكرة إن احنا طب ليه نعرض العين كل شوية لمنظار؟ المنظار ده أولا مكلف جدا، المنظار بيحتاج تخدير نصفي أو كامل، أشبه بعملية بالظبط، عمليه من غير فتحه، بس بياخد وقت وبياخد مجهود وبياخد فلوس. طب ما ندور على حاجه بسيطه نقدر نشتغلها ونشخص بيها. جت لنا فكره البول، طب ما البول ملامس للورم، الورم جوه خارج من المثانه، فاي افرازات هتنزل في البول، ايه دلالات الاورام اللي موجوده في المثانه؟ في دلالتين خدناهم بالذات سبيسيفيك للمثانه اللي هم اسمهم سيرفيفين وبلادر كانسر 4، دول موجودين في السيرفيفين موجود في اورام ثانيه، لكن البلادر كانسر 4 ده موجود بس في سرطان المثانه. فمن هنا ابتدينا نقول طب عايزين نعمل تشخيص ليهم في قلب اليورين من غير ما ناخد العينه وناخدها نودي مع المال احنا المعهد عندنا مجهز تجهيز عالي قوي، وخصوصا في المعامل والمستشفى، لان في مستشفى، فكنا اصلا في وحده تحت اشراف الدكتوره زينب دمرداش، الوحده دي بتطلع لنا الاجسام المضاده احاديه المصدر اللي هي بنجيب منها اي انتيجين او اي بروتين ونحضر له الاجسام المضاده بتاعته بطريقه سبيسيفيك جدا، بحيث ان احنا نقدر ناخدها نستعملها في التشخيص. طيب التشخيص ده هل احنا بنشخصها بنعمل الاجسام المضاده دي بسهوله؟ لا، ده طريقه صعبه جدا وعايز ريستريكشنز كامل. بنبتدي نحقن الماده في الفار اللي احنا عايزين نحضر لها الاجسام المضاده، وبعدين بنتابع الفار لغايه اما الاجسام المضاده دي تعلى نسبه الدم. بيتذبح الفار، ناخد الطحال نفصل منه الخلايا اللي هتطلع لنا الاجسام المضاده، الخلايا دي بتموت على طول، فعشان ما تموتش بنعمل لها فيوجن او اندماج مع خلايا سرطانيه عشان تفضل تعيش طول العمر. كده بقت عندنا حاجه اسمها هايبرد. دكتوره بناخد الخلايا من نعمل لها اندماج مع خلايا اخرى سرطانيه،
سرطانية معروفة عشان تعيش، تديها فترة لأنها تعيش فترة طويلة. أوكي. فكده عندنا خلايا عايشة على طول. مضادة مع الخلايا السرطانية. وتعيش بقى تفضل تطلع لنا الأجسام المضادة دي متواصل. الأجسام المضادة دي بنجمعها وبتدي نزرعها تاني، نزرع الخلايا نفسها تاني ونفضل نصغر حجم الخلايا لغاية ما تبقى خلايا واحدة هي دي اللي بتطلع لنا حاجة مخصوصة للأجسام المضادة. بنبتدي نكترها، وعشان نكترها ندخلها تاني في الفار في بطنه يتكون لنا اللي هو الاستسقاء بتاعه ده مليان بقى أجسام مضادة. بناخدها نبتدي ننقيها ونشوف الرياكتيفيتي بتاعتها ونشوف ونظبطها كلها ونوعها، وهي دي اللي بنبتدي نستخدمها. ده بروسيس كتير قوي دي عشان نحضر بس. بس احنا عشان احنا من زمان بنحضر، لان انا مع تيودور بلهارس فمعهد لتحضير اجسام المضاده للبلهارسيا وتشخيص البلهارسيا عموما. فاحنا كان عندنا قبل كده الاجسام المضاده دي من 35 سنه بنشتغل فيها، ما كانتش معضله بالنسبه لنا وفي تيم كبير بيشتغل في الموضوع. الاجسام المضاده دي بناخدها وكنا بنشخص بيها البلهارسيا. من 4 سنين ابتدينا نفكر نعمل شريط للبلهارسيا ونشخص بيه برضه في اليورين، ونجحنا فيه وقدمنا فيه براءه اختراع. فكان سهل علينا ان احنا نخش على موضوع كانسر بلادر او سرطان المثانه. جهه الاكاديميه نزلت مشاريع الاستراتيجيه القوميه للتكنولوجيا الحيويه والهندسه الوراثيه، فاخذنا مشروع. الحقيقه كان في دعم كتير قوي قوي كبير من الدكتوره محمود بهجت المشرف على الوحده على الاستراتيجيه. احنا خدنا المشروع في وقت كانت الكورونا شديده جدا، فابتدينا طبعا نعاني من مشاكل كتير جدا جدا. العيانين قلت، المستشفى قلبت العزل طبعا. فبقى الناس التيم نفسه اتخفض، قابلنا مشاكل كتير. بس في الاخر كونا الاجسام المضاده بتاعه الاثنين اللي احنا اخترناهم، وابتدينا نعمل نكون الشريط. الشريط ده كل شريط خاص بيه حاجات معينة، لازم نظبط نوعية الورقة اللي هتتحط عليها اللي هي نيتروسليولوز، فدي لها بور سايز أو أحجام معينة في خروم بتمشي فيها البروتين بسرعة بالكابيلاريتي. حضرتك دلوقتي بتشرحي لنا اللي موجودة على الشاشة؟ دي بعد ما طلعت دي نتيجتها، إنما الورقة نفسها الستريب نفسه هو اللي كان ملون اللي كان فيه الأجزاء اللي قبل ده اللي قبل ده كمان. فبيتكون من ان هو بيبقى فيه خطين تمام، خط هو ده الانضباط. اكيد حركة. ايوه هو ده، في خطين هتلاقيهم احمر. ده خط التست او الاختبار، وخط الكنترول اللي بنقول عليه لا التست ماشي صح او مش صح. وخط الكنترول بيبقى عليه الاجسام المضاده اللي احنا حطيناها، وبتبقى محمله على جزيئات الذهب النانو بارتكلز اللي هي الذهب، عشان لها صفه انها بتجمع كميه كبيره من الاجسام المضاده وفي نفس الوقت بتدينا اللون الاحمر اللي بيظهر ده. لو العينه بتاعت البول اتحطت في جزء معين من في الاول خالص في جزء الاسامبل هتتحط عليها، هتمشي بالكابيلاريتي او بال اللي هي الخاصيه الشعريه لوحدها، تطلع تتجمع مع الاجسام المضاده اللي فيها الذهب، هتاخدها وتمشي لغايه الجزء بتاع الاختبار، هيتحدوا كلهم مع بعض يدينا اللون الاحمر. ده في وجود دلاله الاورام اللي احنا عايزينها في البول. لو ما فيش هيدينا اللون زي ما هو، مش هيتغير، ما فيش لون احمر هيطلع. اللون الاحمر ده مش بس لون بنشوفه بالعين، لا ده درجته بتدل على تركيز الدلاله في البول. مش كده وبس، مش بنكتفي بكده. درجه اللون يعني الاحمر بيبقى فيه الوان كمان. فاتح وغامق وبتاع ومركز. بنشوفه بالعين نقدر نقدر، وبعدين في جهاز زي بتاع السكر بيتحط فيه يقرنا كمان. الشريط ده بيتحط في جهاز زي بتاع السكر بس بيتحط يحول اللون لارقام تعرف الدرجه بتاعته قد ايه جوه. الشريط ده مهم جدا لانه بيبقى سهل على العيان انه حتى يعمله هو لوحده في البيت، ياخد العينه ويتابع. بيبقى سهل على الدكتور يبقى في العياده بتاعته يبص بيه ويقدر ويقراه. في المعامل ممكن يتحط فيه. فالحقيقه يعني هيأثر كتير قوي على المرضى. هيأثر كتير على المرضى، هيوفر علينا حكايه المنظار، تكرار المنظار، لان الناس اللي هي بتترد عليهم وتعمل لهم العمليه دي بتحتاج منظار متواصل كل 3 شهور 6 شهور
عشان نتابع مع العيان ونعرف اذا كان ابتدى يجيله تاني نلحق ولا. وخصوصا كمان ان المنظار في حالات بتفوت منه، يعني في حالات بتكون الورم داخل الجدار مش باين، فلو يخش مش هيشوفه. اللي بيعرفنا الدالات الاورام اللي نازله بقى، فهي فايدته كبيره وفيري سنسيتيف وسريع، في 10 دقائق ممكن يدينا النتيجه. دي حاجه مهمه جدا وخطيره ان في حاجات ممكن تفوت على المنظار، دي حاجه اول مره كمان نسمع عنها. لا في طبعا كل حاجه لها ديفكتس معينه، فدي من الحاجات اللي فعلا تفوت على المنظار وما يقدرش يكتشفها غصب عنه، لان الجدار قدامه واضح وسليم، ما يقدرش نخرب ويجيب عينه من جوه، فهي الجدار بيستنى لما يبتدي يظهر. طب ما احنا لو خدنا عينه البول وقسنا فيها هنلاقي فيها ال، وهنكتشف بدري كمان، وهنكتشفه بدري، نبتدي نعالج بدري، العيان بيعيش حياه طبيعيه جدا بعد كده. بيتابع بس، لكن يتابع بس. لو شك ان في حاجه ممكن بقى يروح للكلينيشن ويبتدي يتابع معايا. كل ما بنكتشف بدري كل ما بنقدر نعالج بدري، نعالج والعلاج الطريقه بتبقى مختلفه، بامر الله بتبقى اكتر واسرع. واختلاف كبير بانك تشيلي ورم غير ان تشيلي المثانه كلها وتغيري مجرى البول ويبتدي عيان يخش في كيماوي واشعاع. اكيد اكيد. طيب دكتوره، يعني بنستخدم ايه ادوات غير الشريط علشان نقدر ندعم شغل الشريط، او عشان نقدر الشريط يجيب اكتر نتائج؟ لازم نحضر المونوكلون او الاجسام احاديه المصدر اللي انا قلتها، التكنيك الكبير. أيوة ده. أيوة. هو تكنيك صعب. لا احنا بنتكلم كمريض عادي هياخد الشريط عادي وهيستخدمه زي ما بيستخدم مريض السكر الشريط، او زي السيده لما بتحب تكشف عن الحمل بتستخدم بالزبط نفس الشريط. بالزبط. احنا بنتكلم في انه نفس التكنيك ونفس نفس الطريقه التكنيك. وبنفس السلوك هياخد الشريط، هيبقى في الاخر خالص اخر جزء ان هو الشريط مش هيديله سايب كده، هيبقى موجود في كارترج يا دوبك، هو بيحط في نقطه صغيره او فتحه صغيره عينه البول ويبص عليها، هتروح عامله له اللون الاحمر لو موجود، مفيش لون احمر يبقى مش موجود، بس الكنترول لازم يبقى احمر عشان يعرف ان هو مظبوط. اكيد. طيب. الحكايه بتاخد 10 دقائق ل 15 دقيقه.